عن علاجه قبل شوي وندعي له بالسلامة إن شاء الله. نهيان نبيه أنت كم لك في المجال ذا؟ تقريبا 5 سنوات تقريبا. أنا قبل المنكوس كنت أنزل لي أعمال يمكن 4 أعمال 5 أعمال، وكنت يعني أحاول أني أتعمق كثير في الشلات. طيب دخلت المنكوس ولقيت منشدين سلام. تعلمت منهم، لأنك يعني يوم تدخل برنامج تتعلم منهم وهم يتعلمون منك وكذا. صدقت من بعد ترى ما أخذها من بعيد. أسلم أبوه الشاعر الله يرحمه معروف مبارك المنصوري نعم. الله يغفر له ويرحمه. الناس قد شارك في شاعر المليون الموسم الأول نعم. ترى الشاعر مبارك الله يغفر له في هذا اليوم اللي شارك في النسخة الثانية أتوقع ولا الأولى؟ النسخة الأولى مبارك المنصوري ترى والد أبي نهيا راسل في نفس البرنامج شاعر محاورة ونعم. طيب اختيارك يا نهيان للقصيدة أو للشاعر؟ اختياري للقصيدة؟ طبعا لازم الواحد أنه يتعب على القصيدة، عشان أنت من نجاح الشلة أنك تتعب على القصيدة وتلاقي لك أبيات من شاعر سواء كان معروف في الساحة أو لا، بس تكون يعني ما شكل ثنائي أو حسيت أنك تمشي مع شاعر مثل اللي صاير ذا الحين، يعني مع المنشد تحس كل منشد مع شاعر ماشي وهي ماسكن خط طويل. شيء طيب هذا والله أنا شيء طيب، لكن من تضرب لك شلة أنت وهالشاعر؟ طبعا لو تركز أبو حمد أنا بنفسي أنا اللي كلمته هذه ضربت الشلة هذه ما شاء الله. نعم يوم وافق قلت له والله أني أتشرف يا أبو حمد أنك توافق أني أشد شيء من أبياتك. قال أنا عندي ثقة في صوتك وأبد انطلق مبدأ. قلت له تراني بشيلها على لحن مجرور لحن محاورة، قال أبد جيت على الجو. يا سلام أبو مبارك. طيب ما دام حين تطرقنا للمنشدين نرجع لشاعرنا، إيش سالفتك مع المنشدين يا بقول لك من أهم أنتم من تشوفون الأهم المنشدين ولا